أخبار اليوم. لا يا جميلة فعلا والله، يعني فيها مشاكل ولا حاجة؟ لا ما فيهاش مشاكل، حاجة كويسة والله. عملت سيولة في المرور كويسة، وبتتجنب كتير قوي من حوادث فترة الليل بالذات. يا بعد الكاميرات ما بيشغلوهاش، والعساكر بتلاقي عكس الإشارة خضراء يوقفونا، الإشارة حمراء وبيمشونا. تابعها قوي. أنت كمواطن حسيت بفرق؟ لا. الكاميرات اللي هي بتصور اللي هي ايوه ايوه مش شايفها ولا حلوه ولا كويسه، يعني مش يعني لسه التجربه ما حسيتش بيها. لا والله هي كويسه وبتفيد المجتمع، لو في حاله تعدي او حاله سرقه او سطو بيحصل يعني بيسهل على الامن ان هو يحصل على الجاني. بصراحه الكاميرات ملهاش اي لازمه اساسا بصراحه، يعني الكاميرات اساسا مش شغاله او بتتفصل ساعات وتشتغل ساعات. يعني انا اصلا شغال في حاجه كاميرات، فانا ببص للكاميرا بعرف انا شغال ولا مش شغال.